أخرى نبدأ معاكم في استعراضنا لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هبدأ معاكم تحديدا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هنلاقي برضو هناك بعض الكثافات البسيطة. ناخد بالنا ان في غلق لشارع ذاكر حسين في الطريق المتجه الى ميدان انبي بالوصلة من شارع عبد الله العربي وصولا لشارع محمد احمد سليم، ده بسبب اعمال انشاء المحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. بالنسبة بقى عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري في كثافات متحركة، وكذلك الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة مستمرة لحد وسط البلد، وفي تباطؤ لحركة السيارات على كوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وخاصة أو تحديدا من شارع الهرم اللي حركة السيارات فيه هناك فيها بطيئة، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، لكن في منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات أخرى المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر بعض الأحجام المرورية أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول العربية ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك بيفضل سلوك كوبري الجلاء، وكذلك الأمر أيضا على كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة. محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بيشهد كثافات مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. لكن عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. كذلك محور أو منزل محور صفت القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة يمكن استخدام محور أحمد عراب. بيشهد طريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وفي تباطؤ في حركة السيارات، لكن في بعض الكثافات على دائري مريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة المنيا وفي سيولة مرورية في عدد من الطرق، ولو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي فيه سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. الطريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مرورية بسيطة. مكملين جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرية. طريق الزقازيق الإسماعيلية كمان الزراعي في بعض الكثافات المرية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق فيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد المتجه للمنصورة. الطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق في سيولة مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق، أما الطريق من العاشر المتجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس في حالة من السيولة المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة تعالوا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 35، وأقل درجة حرارة في سلوم 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.